طيب ام المؤمنين بتقول ليه اوقات كتير بحلم اني بروح عند الخياطه واني ناسيه عندها هدوم. بص هقول لك على حاجه، الخياطه او الترزي ده معناه حد بيصلح بين الزوجين، لان هن لباس لهم وهم لباس لهن، فمعنى كده اصلاح بين الزوجين. حته انها تنسى الهدوم هناك معنى كده ان الشخص ده للاسف الشديد مفاتيحه مع الحد اللي بيصلح ده. يعني ايه؟ يعني حد مقرب ليه يعني. بالظبط، مفاتيحه هناك. فهي سايبه هناك، فمعنى كده ان انت كل ما تتخانقي روحي للخياطه دي. تشتكي بقى. لان الخياطه دي ممكن تكون امه. هي عارفه مفاتيح ابنها ازاي؟ اخته عارفه مفاتيح ابنها ازاي؟ حد مقرب. صاحبه، ايا كان.